في يعني الدقائق الاخيره من هذا البرنامج نسمع رد الدكتور شحاته فيما يخص التاكس بلاننج او التخطيط الضريبي. الماده دي انا زي ما بقول لحضرتك زي ما كنا بنتكلم حتى في الفاصل ان في بعض احيانا بيتم عمل صفقات صوريه او عمل اشياء صوريه بتاثر طبعا ان هو يخفض الوعاء. فلكن يعني حضرتك موافق على فكره الصوريه؟ هقول لحضرتك الماده بالصياغه دي كان فيها في المناقشات، احنا كان اخر مناقشه كان فيها يوم الخميس، النهارده كان في مناقشه نهائيه ليها. انا ما اعرفش بالظبط وصلوا لصيغه النص ان هو تم عرض الحالات اللي بيتم فيها نوع من يعني الاضرار العمدي بوعاء الضريبه من خلال بقى صفقات، من خلال اي اعمال تانية، وبالتالي عشان نوصل لصيغه. فانا مش يعني نص الماده اللي وارد 92 في بعض المشاكل، وده اعترض عليه نواب مجلس الشورى في اللجنه الاقتصاديه، فعلا تم يعني تعديله. ويعني وانا من انصار ان هو يتعدل بحيث انه يضبط الحالات، يسد الخلل اللي موجود. يعني محدش يرضى ابدا، انا زي ما بخاف على على الممول وعايز ابث الثقه، تمام، ومش عايز اخوف الناس من بالعكس انا دايما اتعامل مع ان يعني صراحه التجربه من خلال 2005 في يعني في مآسي بصراحه. هل الماده دي اتعملت عشان او سي اي عشان لا لا ولا لا علاقه لها بال احنا وصلنا لتصالح اعتقد في وصل تصالح خلاص مع حوالي 7 مليار على ما اعتقد 7.1 تقريبا بالظبط. لكن دي قصه ثانيه خالص. بس يا دكتور الفكره انه ما ينفعش تدي لمصلحه الضرايب اي سلطه هي تبطل عقد، ده شغل محكمه. بالظبط هكمل. فما هو عاده يعني لما بيحصل تضرر بين المصلحه وبين الممول بيلجا الى لجنه طعن، ولجنه طعن يرؤسها قاضي، فانا برضو في النهايه بوصل لمسالتك. او ما عجبنيش القرار الطعن بلجا للقضاء العام. بس بتدفعوا الفلوس. بس ما انا هقول لحضرتك ما يعني ما انا يعني انا بقول لحضرتك الصياغه اللي وردت لما صدرت من الماليه، تمام، كان في اعتراض كبير جدا من نواب مجلس الشورى عليها اللي هو في اللجنه الاقتصاديه، وفعلا يعني قالوا لا لازم تعاد الصياغه بحيث ان هي تحقق الغرض بالحفاظ على المال العام، وده التزام عليا لان انت بالظبط ما جيش انا حضرتك ما يعني الممول هيبقى مبسوط والمجتمع الضريبي هيبقى مبسوط، بس في ناس هتشتكي على ان رئيس المصلحه قصر او يعني اضر بالمال العام. فهي المساله لازم نوازن بالاثنين، لازم بنوازن بالنص يحافظ على مصلحه الممول على مصلحه المال العام اللي المصلحه مؤتمن عليه، وفي نفس الوقت ما يضرش بالثقه بين الممول. مش بس وانا عجبني جدا النص اللي حضرتك يا سيدي متشكرين بس إن المهم انه المصلحه كمان ما نفتحلهاش الباب تتعسف. لا لان المصلحه لا واخده موقف جبايه اليومين دول. انا ضد صراحه كلنا يعني عموما ضد هذا المنطق. احنا بالعكس احنا عايزين دايما مساله الطواعيه الاختياريه دي تبقى هي الاساس في العلاقه بين الممول وبين المصلحه. طيب كلمات اخيره بقى حول هذا المشروع استاذه منى. انا شايفه طبعا انه التعديلات اللي سمعنا عليها النهارده دي خطوات ايجابيه عليها. ده مش يعني خلاص دي النسخه الاخيره يا دكتور. دي اللي دخلت خلاص يعني اللجنه الدمغه والضريبه دي خلاص اوريدي تعرض امام المجلس في الجلسه اوريدي. حتى الدمغه ضريبه الدمغه خدت موافقه من الجلسه العامه موافقه مبدئيه وهيتم النقاش عليها يوم الثلاث. المبيعات نفس القصه، كان في حوالي اكثر من 26 سلعه كان زادت الرسوم عليها وكانت كلها سلع اساسيه، تم الغاء الزياده كلها على هذه السلع. وبقي ايه اللي بقي؟ بقت عدد من السلع، انت عارف حضرتك حساسيه قوانين الضريبه على المبيعات، عدد من السلع لا علاقه لها بمحدود الدخل. بس عشان اخبارها ايه؟ نشكل. انا ما بشربش سجاير. لا يعني هو الفكره ان احنا بنتمنى انه القوانين المتعلقه بالضرائب نظرا لتاثيرها الهائل على الاقتصاد وعلى الأسعار وعلى حياة المواطنين وعلى العدل الاجتماعي وعلى الاستثمار وفرص التشغيل، عايزينها فعلا تبقى ما يحصلش نتيجة فيها حوار. اولا أنا تبقى نتيجة حوار وتشاور، وثانيا ما يحصلش هذا التسرع وهذا الارتباك اللي حصل في 101 و102 اللي اهدر الثقه تماما في قوانين بجد. اقول لحضرتك حاجه، دي مساله نرجو الا تتكرر. كنا بنشتغل ان شاء الله في ضريبه المبيعات، لما كنا في ضريبه المبيعات احنا عدنا مع شركات يعني كل الشركات حضرتك اللي اصحاب المصلحه في الموضوع، حتى لدرجه ان انا عارف ان بعض الشركات هي اللي طلبت بزياده دراع عشان تمنع التهريب ضدها. فيعني احنا كنا حاطين ريت، وخليني اقولها معلومه، الخمور على سبيل المثال كان الريت اللي حطاه
وزارة المالية لا طلبوا بزيادته عشان قالوا لا ده في صالحنا احنا هيمنع لنا التهرب. فيعني ده ما جاش نتيجة ان وزارة المالية او المصلحة بتشتغل بمفرد عن اصحاب الشأن. فلازم بقى التطبيق كمان ان المصلحة ما يكونش عندها فكرة الجباية وفكرة ان الممول حضرتك انا بقول لحضرتك وإلى ان يزمد براءة لا 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 انا اقول لا لا ده اللي بيتعاملوا بيه معانا اليومين دول. انا اقول لحضرتك اي حد عنده يعني وزارة المالية وزير المالية اي حد عنده شكوى من تعسف المصلحة يعني احنا يعني في وزارة المالية على استعداد لسماحها يعني وعلى استعداد نمشي معاه للاخر نشوف ياخد حقه يعني حبيبتي ليش من القصة طيب. دي انا بس عايزة يعني اقول في الاخر ان احنا بتمنى انه الامن يفضل محافظ على امن الكاتدرائية وامن كل الكنائس واماكن العبادة في مصر وانه المسألة لا تترك لظروف ثم نجري ونقول الامن بعد تدخل الرئاسة. احنا عايزين الامن يبقى بيستبق الاحداث مش بيتدخل بعد حدوث الازمة وفوات الاوان بشكل. الحقيقة النهاردة كانت تجربة قاسية جدا جدا علينا كلنا الحقيقة الحقيقة واحنا بنتمنى يرحم شهدائنا جميعا يعني وربنا يحفظ مصر بنتمنى ان المسألة دي تبقى محل تحقيق وانه الناس المسؤولة سواء في الامن سواء في المقصرين لا سواء بالاعتداء على الجنازات. انا مش معقول كل ما يموت لنا شهداء في جنازة الجنازة بورسعيد هنا يعني دي مسألة الحقيقة. انا بشكركم شكرا جزيلا دكتور عبدالله شحاتة استاذة منى زفقار بشكركم اعزائي المشاهدين. يوم صعب جدا علينا في مصر تعبنا من الايام الصعبة لو ختمنا بالضرائب يعني الضرائب ارحم شوية على فكرة يعني اي حاجة في الاقتصاد أخيراً بقى كويسة أقل فيها خبرين كويسين فيها الأقل خبرين كويسين ثلاثة ولو عمل التكست بلانينج ده هيبقى كويس كمان شيلوا التكست بلانينج بشكركم نكمل حوارنا بقى بعد ما نخلص. بشكركم شكرا جزيلا يوم صعب علينا جدا في مصر مرة واحدة عايزين تحقيق يطلع علينا جاني واحد يعني مرة واحدة نعرف مين اللي عمل ده مين اللي ضرب مين اللي فجر القديسين مين اللي عمل كنيسة رفح كنيسة اطفيح مين اللي قتل جنودنا في رفح مين اللي عمل مين اللي ضرب الجنازة اللي طلع من الكاتدرائية مين اللي ضرب الناس اللي طالعين بجنازات بورسعيد مرة واحدة تحقيق واحد يقول لنا من الجاني ونفضلش عايشين في وهم الطرف الثالث اللي تعبنا منه. بشكركم وتعزية لكل الأهالي اللي ماتوا يعني كلهم مصريين. أشكركم ونتقابل بكرة بإذن الله وهذه لمس الحديد تحييكم تسمعوا رأيكم.